السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بيتكوين عرب. اصدقائي، اول شيء اثبات السحب الموقع، انا اخذت له سكرين شوت 3.09 من عملة الروبل على هذا الحساب الخاص فيه على محفظة الباير، كان الدفع فوري بلحظة كانوا برصيدي. كمان هون داخل الموقع توتال ويزرو 3.09 من عملة الروبل، شايفين اصدقائي. كمان اذا انتقلت لمحفظة الباير هي 3.06، يعني اخذ الباير ضريبة نقل 3 سنت، شايفين اصدقائي 3 سنت 3.06 13 ديسمبر 2022. طبعا هذا هو التوقيت. موقع ممتاز اصدقائي، من افضل المواقع. بعد ما شفنا اثبات السحب ننتقل لتفاصيل هذا الموقع. طيب بسم الله نبدا. اول شيء تسجيل بعد الموقع جدا سهل، كل ما عليك انا تضغط على لينك التسجيل راح يطلع لك اياه بصندوق الوصف. طبعا لينك مباشر، انا ما بستخدم اي روابط متصارعه، هذا اللينك بيعطيك على المدونه الخاصه فيه، في لينك مباشر. يعني ضغطتين اخي الكريم بتفتح معك هاي الصفحة. أول شيء الموقع باللغة الروسية، فيفضل تستخدم ترجمة جوجل كروم بالترجمة للغة الإنجليزية أو العربية أو أي لغة أنت بتفضلها أخي الكريم. بعدين بنروح على كلمة الريجستريشن أو التسجيل، هاي اللي هون بنضغط عليها. طبعا تفتح معنا هاي الصفحة أخي الكريم، بنحط هون حيلا اسم حيلا نيك نيم، ما في أي مشكلة. بنحط هون الإيميل الخاص فينا، باسورد، بعدين بنحل الكاباتشا، شايفين أصدقائي، بنوافق على هدول أو بنحطهم، نعمل ريجستر بيكون صار لنا حساب. طبعا الموقع بعث لنا رساله تاكيد على البريد اللي احنا سجلنا فيه، ممكن نلاقي هاي الرساله بالبريد العشوائي او الغير مرغوب فيه، نضغط على اللينك الموجود فيها، بيتفعل الحساب وبصير جاهز للربح من هذا الموقع. بعدين بنسجل الدخول من كلمه انترنس، ايميلنا والباسورد، بنحل الكابتشا وبنسجل الدخول. طبعا اصدقائي هي واجهه الموقع من الداخل، نحن بنجمع عمله الروبل وبنسحبها على محفظه الباير. بالحد ادنى للسحب 1 روبل مثل ما شفنا اثبات السحب بالبداية. أنا أول شغلة لازم أعملها إني أروح على اسم المستخدم هون، شايفين أصدقائي، روح على بروفايل مشان نضيف حساب الباير. وأحيانا بيكون هون عاطينا تفاحة أو شيء أو طبعا أي ثمرة، بس بضغط عليها باخذ ترفيع داخل هذا الموقع. هذا الترفيع كمان بترفع بشكل أوتوماتيكي داخل هذا الموقع، أنا أخذته اليوم فما راح تطلع لي إلا بعد 24 ساعة. بروح على بروفايل، بحط هون الأكونت إن أو داخل محفظة الباير. ما عندك محفظة أنا راح أحط لك بصندوق الوصف طبعا لينك التسجيل المباشر بمحفظة الباير، سهل جدا ما بدي أي وثائق. باخذ عنوان الاكونت ان او نسخ، برجع للموقع بحط العنوان طبعا بالخانه المخصصه، بعمل كلمه انبوت بضغط عليها، بيكون حفظ لي طبعا وسيله السحب. فيني كمان احط صوره هون، يفضل تحط صوره، اختار القياسات تكون بشكل صحيح مشان تتناسب مع طبعا هذا الموقع. بعدين ببلش اشتغل على الموقع. في مجموعه من طرق الربح، اذا رحنا على كلمه ايرنينج وضغطنا عليها طبعا بتفتح معنا هاي الصفحه. كان موجود اعلانات ب 10 سنت و 20 سنت ونص تقريبا روبل كانوا موجودين، طبعا انا شاهدتهم وقدمت اثبات السحب على اساسهم، شايفين اصدقائي، وموجود كمان ثانيات شايفين اصدقائي ب 2 سنت، يعني مجموعه منيحه طبعا من الاعلانات. كل ما علي اني اضغط على الاعلان راح يفتح بصفحه ثانيه، بنتظر هذا الخط يكتمل، بنختار الصوره الصحيحه بس هيك اصدقائي، شيء سهل وبسيط. طبعا هدول الاعلانات اعلانات صغيره، فانت شاهد اللي بيكونوا اول ثلاثه او اربعه فيهم 10 او 20 او نص روبل، شاهدهم هدول صغار لا تشاهدهم يعني بشكل عام، لكن انا فرجتك الطريقه مشان تعرف كيف تشاهدهم. في عندنا شغلات ثانيه، عندنا هون مهمات من كلمه تاسك، هون ربح كويس شايفين اصدقائي، هون بواحد روبل، هون تقريبا واحد روبل، هون 0.3 0.2 هون بثلاثة روبل. مثلا ريجستريشن باي ماي ريفرال امباير، انه تسجل بالريفرال تبعه بالباير، او مثلا فيك تأدي هاي المهمات كلها بسيطه، مثلا ريجستر يوتيوبر، طبعا هون اليوتيوب الروسي بس انه تسجل عن طريقه، سبسكرايب تو انستغرام، بتتابع هذا الشخص على انستغرام بيعطيك 0.2، بتأدي له المهمه بشكل صحيح. في عندنا اصدقائي هون مهمات الفي كي، اذا ضغطنا عليها بس لازم اول شيء تربط حسابك الفي كي او هو الفيسبوك الروسي، ممكن تلاقي مهمتين او ثلاثه. كمان في عندنا نفس المبدا بالنسبه لليوتيوب. في عندنا الاوتو سيرفينج كمان هون اذا ضغطنا عليها، طبعا ستارت براوزنج بشاهد اعلانات معينه كمان بكسب قيمه. في عندنا اصدقائي هون كمان ديلي بونوز، مرة كل 24 ساعة إذا ضغطت عليها. بروح على جو تو بونوز، طبعا أنا أخذتها خلال 24 ساعة، ممكن تكسب شايفين أصدقائي 0.8 روبل، ممكن تكسب ترفيع هون 16، واحد هون ترفيع 15 ترفيع، يعني شغلات جدا كويسة 0.15 روبل. في عليك إعلان هون بتضغط عليه بس بتكسب قيمه، يا بيعطيك ترفيع يا بيعطيك طبعا هون حوالي 1 روبل أو نص روبل، طبعا هي شيء بيعتمد على الحظ. في عنا اصدقائي كمان رابط الإحالة من كلمة ريفرال بروجرام، بضغط عليه بظهر لي رابط الإحالة الخاص فيه، باخذه كوبي وزور الأصدقاء لاستفاد من الموقع بشكل أفضل. وانت يا أخي الكريم لازم تعمل نفس الشيء مشان تزيد ربحك من هاي النوعية من المواقع.
طبعا اصدقائي دائما خذ المفيد من المواقع، هذا الموقع مفيد فيه اول 3 أو 4 اعلانات، هدول انا شاهدتهم طبعا ما بيطلعوا لي الا بعد 24 ساعه، راح انت يطلعوا لك وتسجل بالموقع. كمان في عندك هون المهمات كويسه، الفي كي واليوتيوب، اذا لقيت فيها مهمات قد ايه راح تكسب منها، والديلي بونوز. هذا بالمختصر المفيد المفيد من هذا الموقع، حاول تكسب منه قدر الامكان، ورتب عندك مجموعه من المواقع تحاول تكسب منها 3 4 5 روبل يوميا. اذا جبت 10 مواقع بتصير عامل 50 روبل، يعني حوالي 1 دولار، ما نكون سيئين ابدا. دائما بعيد اي سؤال عن مجال الربح من الانترنت بشكل عام، ربح العملات الرقميه بشكل خاص، الباير الفوسيت بي وغيرك، اكتبوا لنا اياها بالتعليقات وان شاء الله بنقدر نساعدكم. في النهايه لا تنسوا اخواني تبقوا مشتركين بالقناه، اشتركوا فعلوا زر الجرس ودعمونا. دائما دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.